يشهد سوق الأضاحي في مناطق وادي الشاطئ هذا العام تغييراً في توجهات المستهلكين لشراء الأضاحي، إذ لوحظ إقبال الناس على شراء الخروف المستورد بدلاً من الخروف المحلي. فعلاً الناس تسأل على التيهري اللي هو جاي من السودان وجاي من النيجر أكثر من العربي. لما تسألهم تقول لهم شنو السبب، يقول لك العربي لما يكون مكلوف يكون الشحم تاعه أكثر، والناس أكثريتها كوليسترول وضغط وكذا يعني. والخرطومي واللي جاي من النيجر يقول لك اللحم متاعه أكثر من الشحم، فهمت؟ خاصة القديد اللي صعب في القديد. الطلب على الخروف المستورد ازداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون خلال رحلة بحثهم عن الأرخص ثمناً في الأضاحي، ولكن من جهة أخرى لا يزال هناك طلب على الخروف المحلي بسبب جودته العالية ونكهته الفريدة التي يفضلها البعض. السوداني السنة دي في أقبال بشكل كبير نظراً للخروف العربي بسعر متفاوت، وحتى الكبش السوداني أسعاره ممكن تفاوت من العمارة 6 شهور من 1100 إلى 1300، والسعر الحولي من 1500 إلى 1600. السعر السوداني في اللي سأل قال كيف الأسعار ممكن زادت شوية، هن الأسعار هن مكانهن زيادات. طبعا الأسعار السعر العربي فيه شوية غلاء، الحاجة الكويسة من 2500 وانت طالع، والسبعة شهور العشرة شهور بيكون من 1800 إلى 1400. التوجه نحو الخروف المستورد أثر بشكل كبير في السوق المحلي، بالإضافة إلى توفره بشكل أكبر في الأسواق لعب دورا في انخفاض بسيط في أسعار المواشي في هذه المناطق.